دائما كنتكلموا بحق على مدينه الدار البيضاء، كنستبشروا بخير ان كازا بلانكيز تحلت، لانه كانت من بين المطالب ومن بين الفيديوهات اللي درنا على كازا بلانكيز وعلى القبه كنشوفوا الطواليطات ما عرف كانوا شي ثلاثه الطواليطات ولا اربعه تخسرت عليهم واحد الميزانيه، ما خدموش ما تحلوش. انا ما فهمتش الجماعه واش كتخلص من جيبها؟ ما كتخلص حتى شي حاجه من جيبها، كدير الطواليطات كتسدهم. المغاربه او في اي مدينه خص الطواليطات يكون وراهن اشاره المواطن، المواطن ما كيلقاش طواليطات. واليوم لما كنسمعوا بلي الطواليطات القدام ما عرفناش اشنو وقع فيهم، اشنو هو المشكل ديالهم، كيفاش كانوا، علاش ما تحلوش، واش خدموا ما خدموش، واش خدموا شي نهار، واش ما كانوش مستجبين لدفتة التحملات ديال المنعش اللي قام بهذا المشروع، اللي فاز بهذا المباراة، اللي فاز بهذا المشروع هذا باش يبني الطواليطات وحيدهم. مرة أخرى كيحيدوا ذوك الطواليطات كيجيو طواليطات وحدين أخرين، كنشوفوهم مهملين، كنشوفوهم مسدودين، كنشوفوهم في واحد المكان رائع، مكان ديال حدا كازا بلانكيز، حدا الجردة، حدا الحديقة، حدا واحد المتنفس، واحد المتنفس لأي واحد كيجي كيجلس فيه كيرتاح فيه كيشوف الطبيعة وخشوية، ولكن على الأقل واحد متنفس حيوي بالنسبة للساكنة ديال مدينة الدار البيضاء والزوار ديالها. وبحكم أننا عندنا غير على مدينة الدار البيضاء كنشوفوا الطواليطات ما محلولينش، هذا عيب، ما كاين لا رقيب لا مراقبه، ما كاينه معارضه اللي غادي يلقاو اللي غادي يعطيو هذا السؤال للعمده السيده ارميلي باش تعطي الجواب للساكنه ديال مدينه الدار البيضاء. فينا هي المعارضه؟ لانه بزاف ديال الحوايج خصهم يتصوبوا مدينه الدار البيضاء. كاين هناك تغيير، كاين هناك تحسن، ولكن من الضروريات انه باش يكون الطواليطات، من الضروريات باش تكون واحد الخليه في الجماعه ديال سيدي بليوط او الجماعه ديال انفا او ديال الدار البيضاء باش تراقب اشخاص اش محتاج الساكنه. باقي لحد الساعه كنشوفوا الطواليطات ما تحلوش، علاش؟ علاش مقفولين؟ واش ماشي من حق الساكنه؟ واش ماشي من حق المواطن باش يلقى طواليط في المستوى؟ واش ماشي من حق المواطن باش يلقى الطريق مزيانه مقاده ما يبقاوش الحفاري؟ واش من حق المواطن باش يلقى البلاكة ديال الطوبيس فيها الواقي اللي حيدوهم وحيدو حتى الكراسة؟ هادشي ماشي معقول، ما كاين لا رقيب لا مراقبة لا محاسب لا محاسبة.